في هذه اللحظات واندفعت مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة إلى 2400 متر في شوطنا السابع في هذه المسافة الطويلة. وهنا المرور بعد لحظات من أمام المنصة الرئيسة، طبعا أونسي يوبن ريفر رقم 1 في المرتبة الأولى. المطاردة تأتي لتاج العلا لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تذهب لمصلحة هاوتن أوف يوث لسعد علي معجب المطيري، وكذلك 17 جان دي مونتالبان للشيخ عبد الله حمود الملك الصباح مع نايف العنزي في المرتبة الرابعة. في هذه اللحظات التقدم يأتي حتى هذه اللحظة لأون يوبن ريفر، محاولات أيضا لرقم 3 تاج العلا الذي يتقدم في هذه اللحظات. هنا أيضا رقم 2 هاوتن أوف يوث في المرتبة الثالثة، والمرتبة الرابعة لرقم 17 جان دي مونتالبان في هذه اللحظات بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح مع نايف العنزي في هذه اللحظة. هنا أيضا التقدم الذي يأتي لأناتوميك ليوسف الطريف مع أليكسس مورينو في المرتبة الخامسة في هذه اللحظات، والسادسة لرقم 12 سمر اون سفن هيلز في هذه اللحظات في المرتبة الخامسة، والسادسة لـ13 بريفون تان، وكذلك لرقم 10 السابعة في شبل في هذه اللحظات فيما الصدارة هنا في هذه اللحظة على ما يبدو لتاج العلا الذي يتقدم هنا في هذه اللحظات بشعار سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز مع محمد التام التراجع ليونسي يوبن ريفر من الخارج. الآن يأتي رقم 2 هاوتن اوف يوث، محاولات التقدم في هذه اللحظات 17 ايضا جان دي مونتالبان للشيخ عبد الله بن حمود المالك الصباح في المرتبه الثالثه، وهناك ايضا رقم 20 في هذه اللحظه اناتوميك ليوسف الطريف مع الكسس مورينو مع الاقتراب من المنعطف الاخير. والبدايه هنا لهاوتن اوف يوث الذي ياخذ زمام المبادره والمركز الاول، محاولات لاناتوميك ومحاولات كذلك هنا ايضا نشاهدها لرقم 6 لوغانيني الذي يتقدم في هذه اللحظة، ولا زالت الصدارة لهاوتن اوف يوث من لسعد بن علي بن معجب المطيري مع دي كاسرو يتقدم بكل قوة يحافظ على الصدارة يقترب من النهاية. ما شاء الله تبارك الله في هذه اللحظات يضيف الانتصار الثالث له في سجله هاوتن اوف يوث لسعد علي معجب المطيري مع دي كاسرو. ما شاء الله تبارك الله مستوى متميز تدريبات ناصر فواز، القيادة ليدي كاسترو يضيف الانتصار الثالث له في السجل.